الو، ايوه، اهلا يا فندم، امر سعادتك. ايه، اتوبيس سياحي اتخطف عندنا هنا؟ ازاي؟ فين يا فندم؟ ناحيه جبال بني حمزه واولاد شديد. حاضر يا فندم، هنعمل اللي لازم حالا يا فندم. صحافه؟ لا يا فندم، مفيش صحفيين جم ولا حاجه. حاضر يا فندم، الخبر هيكون كده وبس. طلباتك يا فندم، أؤمر يا فندم. مع ألف سلامة يا فندم، مع السلامة سعادتك. حضر البوكس بسرعة يا ابني. في ثلاثة من الصحفيين بره وخمسة من التلفزيون يا فندم. هما لحقوا؟ خليهم يستنوني وقول لهم هو جاي بعد ساعة. تمام يا فندم. يلا يا مهران، الليله النوم كابس علي. تصبح على خير. انت من اهل حاج. ايه دي خير؟ خير ان شاء الله. اسبقني يا مهران. يا اهلا يا اهلا يا باشا. اهلا يا حاج. الله يخليك. قهوه الباشا مناع؟ حاضر يا عم الحاج. وشايل اللي معاه؟ حاضر. تفضل. خير؟ في تفجيرات تاني في المحجر؟ لا يا حاج، في اتوبيس سياحي اتخطف نواحيكم. اتوبيس سياحي؟ احنا بلدنا فيها سياحة. الاتوبيس كان في طريقه لاسوان واختفى على الطريق ناحيه بلدكم او البلد اللي قبليكم او اللي بعديكم. جديد حكايه السياحه دي. يكونوا ارهابيين؟ برضه بلدنا ما فيهاش ارهابيين. احنا المعلومات اللي عندنا لغايه دلوقتي محدوده يا حاج، عشان كده احنا محتاجين مساعدتك بحكم خبرتك بالمكان وتفاصيله، واي معلومات هتقولها لنا عن الجبل ممكن تفيدنا. وانت ما تتوصلش يا حاج. ده موال كبير والله، بس انا تحت امركم. يعني دي عمليه خطيره يا بيه. خطيره جدا يا حاج، وعنصر الوقت مهم قوي، لان الصحافه خدت خبر والفضائيات نشرت الخبر كمان. ياه، بالسرعه دي؟ وكل دقيقه بتمر بتعمل لنا مشاكل. انت عارف سياحه ودول اجنبيه ليهم رعايه وسفارات، شغلانه يعني يا حاج. والله يا ولد اللي في ايدي هعمله. واحنا عارفين انك تقدر تعمل كتير يا حاج. افتح التلفزيون. في ايه يا ملكومه؟ عامله برا ليه؟ في ايه التلفزيون؟ هيكون في اتوبيس سياحي اتخطف جنب بلدنا. ايوه، واحنا مالنا يا بنتي؟ بس انا ليا طلب. خير يا حاج؟ لما يرجعوا سالمين مالناش دعوه، مين خدهم مين رجعهم. حضرتك عارف الجبل متشعب، واللي بيساعدوني ممكن يكون لهم مصالح مع اللي خدوهم. لا لينا دعوة بدول ولا بدول، المهم الخواجات يرجعوا سالمين. ماشي يا حاج. تاني هام. خير يا حاج؟ لا لي دعوة بالصحافة ولا بالتلفزيون، وما يذكروش اسمي نهائي. ولما يرجعوا الخواجات يبقوا رجعوا بفضل جهودكم المكثفة. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. تلقاك انت اللي خطفتيه يا مرت عم. ايه، وانا لو اقدر اخطف كان ده بقى حالي. يبقى انت يا منير سيبيني في حالي، والنبي ما اقدر اخطف زرزور. صوت كلاكس 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 يا قلبي. بصوا، ده المأمور والكركبيه كلها تحت. جايين ولا ماشيين؟ مشوا خلاص، يبقى الحاج طالع. منيرة، ازيك يا بنتي؟ ايه كامل عامل ايه؟ تعبنا يا عم الحجر. ازاي بس؟ ده اطيب واحد في عيالي. عايز يهملنا ويروح الموالد ويرجع بعد 3 اسابيع. كلام ايه ده؟ شيعهولي. لو عارف اني جيت لك هيشند البالي. انا شيعه. خدي. لو عارف اني خدت منك هيقلب الدنيا. يا بنتي ما تقولولهوش خالص. خدي. تصبح على خير. وانت من اهل. جدي، هترجع لهم الخواجات؟ مش لما اعرف الاول هما فين؟ انت يا جد تقدر تعمل كل حاجه. لا، في حاجات تقدر في حاجات ما اقدرش. بس انا حاسس انك تقدر تعمل كل حاجه.
يعني انا دلوقت ما اقدرش انيمك وانت مش عاوز تنام، صح؟ صح. شوف فرحه جت النهارده؟ جت بس كانت معتبه، عندي ستي ومشت من بره بره. وانت هتنام ولا ايه؟ ايه لا هتنام. هتبني لها بيت وحديها. ما عندناش اكتر من الطوب والحجاره. تعمل لها فرح. عيب على شيبتي، ترضهالي؟ خلاص مفيش جواز. افكر فيها دي. تعزم كل الناس. ايه تاني؟ تكتب وما تدخلش. ليه ان شاء الله؟ عذاب وخلاص. لما ابوها يجي تدخل. افضل انا ما ادخلش لغايه لما المستحيل يحصل. ما بلاش احسن. ابوها هيجي. لما يجي ابوها ادخل تاني. الحديث الماسخ ده. حديثك انت اللي ماسخ. فرح ومعازيم وكتب كتاب من غير دخله، ليه؟ شرى رقبه. خلاص تكتب وتستنى شوي. واستنى قد ايه؟ سنه. سنه كتير. هو العمر فيه كم سنه؟ 6 أشهر. هما 3 شهور ما فيش غيرهم. وتبني وتعمل فرح. ابني واعمل نيله فوق راسك. دون زون اننا مختلفين كان سيربرايز، كان سوبر. يعني أنا مش فاهم كل الكلام، لكن دلوقت كلنا هنروحوا عند البيت عشا ما حصلش. كنت متجوز إرهاد محمد؟ والله كنت متجوز 4، واحدة منهم ربنا افتكرها ماتت، والثلاثة طلقتهم. أفهم أنت طلقت الثلاثة؟ أنا دلوقت عازب. تتجوزني يا حاج؟ والله يا بنت أنا ماليش في السمنة الهولندي، نبقى أصحاب. يا باشا ما كانوش مخطوفين ولا حاجة، ورجالتنا توصلوا بأنهم كانوا في رحلة خلوية في الصحراء. مكافأة؟ مكافأة إيه يا فندم؟ إحنا ما عملناش غير واجبنا. إيه؟ هما فين دلوقتي؟ كلهم معزومين عند واحد من أكابر الصعيد، أصر يعزمهم كلهم على العشاء. اتفضل اتفضل. يور ويلكم يا خواجات. يلا حماد خش. إيجيبشن تشيكن. مرحبا. تفضلوا تفضلوا.